سريبرال لوبس أو فصوص المخ، هو ده عنوان الفيديو اللي هنتكلم عنه بشكل مختصر. بس انت ليه تدرس الموضوع ده وتوجع دماغك بيه وهو في الأساس معقد ولافف شوية؟ أقولك أنا ليه. احنا هنتكلم عن فصوص المخ، أو للدقة بالظبط قشرة المخ. قشرة المخ دي متقسمة عدة أقسام رئيسية، وكل قسم منهم أو كل فص بيبقى له وظيفة معينة بيقوم بيها، وبيبقى له بلاد سبلاي معين وكذلك فينوس درينج معين، يعني ليه شريان خاص بيه ووريد خاص بيه. فالمفروض ان احنا هندرس كل الكلام ده، تشريح كل قسم ووظيفته وكل البلاد فيزلز اللي تخصه، ونقوم ضربين كل ده في الخلاط فنطلع بالنتيجة المطلوبة. النتيجة المطلوبة بتتلخص في انك تقدر تشخص مشكلة المريض او الحالة اللي قدامك بمجرد انك تعرف اعراضه. فمثلا لو في شخص بيعاني من مشكلة في الاحساس بدرجة الحرارة والضغط والتذوق والالم وبعض المشاكل في القراءة والكتابة، فنستنتج من كل ده ان الشخص ده عنده مشكلة في الفص الجداري اللي هو البارايتال لوب. ممكن تكون مشكلته في الشريان اللي بينقله الدم او الوريد اللي بيرجع منه الدم تاني، ومن ثم نبدأ نتبع الاجراءات اللازمة عشان تحدد سبب المشكلة بالظبط. شكرا لكل متابع وكل مهتم بمواضيعنا وفيديوهاتنا على قناة المختصر المفيد، ويلا نبدأ في موضوع النهاردة. موضوع النهاردة بعنوان السريبرال لوبس. قشرة المخ اللي هي السريبرال كورتكس بيتم من خلالها التحكم في وظائف الجسم كله، وقشرة المخ دي مقسمة لأربع فصوص رئيسية، كل فص منهم موجود في نصفي المخ اللي هما رايت سريبرال هيمسفير وليفت سريبرال هيمسفير. فكده يبقى عندنا فصين أماميين اللي هما الفرونتال لوبس، وفصين جداريين اللي هما البارايتال لوبس، وفصين خلفيين اللي هما الأوكسيبتال لوبس، وفصين صدغيين اللي هما التيمبرال لوبس. كل فص منهم مطابق في مكانه مع نفس العظمة اللي ليها نفس الاسم من عظام الجمجمة، يعني الفرونتال لوب مطابق في مكانه مع الفرونتال بون من الكرينيوم من عظام السكال، وهكذا باقي الفصوص. كل فص منهم بيحتوي على بعض الأجزاء اللي بيبقى له تأثير مهم ووظيفة مهمة في جسم الإنسان. فنمسك كده كل فص منهم ونشوف وظيفته إيه. الفص الأول هو الفص الأمامي، وده طبعا بيبقى في الجزء الأمامي من المخ، وبيفصله عن الفص الجداري السنترال سالكس، وبيتفصل عن الفص الصدغي بواسطة اللاترال فيشر. والفص الأمامي بيقوم بمجموعة كبيرة من المهام زي التفكير بالمنطق اللي هو ريزونينج، والاستجابة العاطفية اللي هي ايموشنال ريسبونس، وتخطيط وتنفيذ المهام المعقدة اللي هو بلانينج اند اكسكيوشن اوف ذا كومبلكس اكشنز، والتحكم في حركة العضلات الإرادية. والفص الأمامي كمان بيشترك في معظم الوظائف زي تصدير الصوت. الفص الأمامي بيحتوي على منطقة اسمها بروكاس إيريا، موجودة على جانب واحد بس من الفص الأمامي، بالتحديد على السطح السفلي للجانب الأيسر. البروكاس إيريا هي المتحكم الأول في تنسيق حركة العضلات المنتجة للصوت. الفص الجداري أو البارايتال لوب، وهو موجود في الجزء المتوسط من كل سريبرال هيمسفير، وبيتفصل عن الفرونتال لوب بواسطة السنترال سالكس، وبيتفصل عن التيمبرال لوب بواسطة اللاترال فيشر، وبيتفصل عن الأوكسيبتال لوب بواسطة البرايتو أوكسيبتال فيشر. ووظيفة الفص الجداري هو الإحساس بدرجة الحرارة والضغط والشعور بالألم والاهتزاز والتذوق، وبرضه شامل الكتابة وجزء من القراءة. أما الفص الثالث معانا هو الفص الخلفي أو الأوكسيبتال لوب، وبيتم فصله عن الفص الجداري بواسطة البرايتو أوكسيبتال فيشر، وبرضه بيتفصل عن الفص الصدغي بواسطة اللاترال فيشر. وظيفة الفص الخلفي انه المسؤول عن البصر والتأثيرات البصرية. الفص الخلفي عنده مكتب سكرتاريا اسمه ثرامس، لازم يمر من عليه الاشارات العصبية الاول قبل دخولها للمنطقة المسؤولة عن البصر داخل الفص الخلفي. اما اخر فص معانا فهو الفص الصدغي او التيمبرال لوب، مكانه قدام الاوكسيبتال لوب واسفل البرايتال لوب، وبيتفصل عنه بواسطة اللاترال فيشر. ومن اهم وظائف التيمبرال لوب السيطرة الكاملة على اللغة والتحكم في المحفزات السمعية والشمية، بحيث ان التيمبرال لوب بيحتوي على جيرس علوي اسمه سوبيريور تيمبرال جيرس. المنطقة دي بيطلق عليها اسم القشرة السمعية او الاوديتري كورتكس، ومتقسمة لجزئين. الجزء الاول اسمه هيشلز اريا، ودي اللي بتستقبل الاشارات السمعية الحسية من قوقعة الاذن. اما الجزء الثاني اسمه فيرنيكس اريا، ودي يعتبر مركز فهم وصياغة الكلام.
ومن ضمن وظائف التيمبرال لوب انه بيحتوي على كتلتين من الجري ماتر اسمهم هيبوكامبس واميجدالا، ودورهم انهم مسؤولين عن معالجة الذاكرة. وفي تحت التيمبرال لوب اعمق منه شوية جزء صغير يعتبر الفص الخامس من فصوص المخ اسمه انسولا، ويعتقد انه بيتحكم بطريقة غير مباشرة في الاشارات الحسية والحركية للامعاء. السيريبرال كورتكس لكل هيمسفير بتتقسم لأربع فصوص: فرونتال لوب، برايتال لوب، وأكسيبتال لوب، وتيمبرال لوب. هذه الفصوص بتتوافق في مواقعها مع الكرينيال بونز التي تحمل نفس الاسم. كل لوب بيقع في مناطق معينة مرتبطة بوظائف محددة. الفرونتال لوب بتكون the most anterior loop of the brain. حدود الفرونتال لوب هي central sulcus واللي بيفصله عن البرايتال لوب، واللاترال فيشر واللي بيفصله عن التيمبرال لوب. الفرونتال لوب بيتوسط مجموعة كبيرة من الوظائف، وهي reasoning وjudgment والemotional response والplanning والexecution of complex actions والتحكم في حركة العضلات الإرادية. بيحتوي الفرونتال لوب أيضا على الموتور سبيتش سنتر، والتي تسمى بروكاس أريا. البروكاس أريا تقع على جانب واحد من السطح السفلي للفرونتال لوب، وهو المسيطر على اللغة. تقع البروكاس أريا بالتحديد في الليفت انفيريور فرونتال جايروس. هذه المنطقة بتشارك في تنسيق أو تنظيم الحركة المستخدمة في إنتاج صوت الكلام. البرايتال لوب بيقع في الجزء الأوسط لكل سريبرال هيمسفير خلف السنترال سالكس. الجزء الأفقي من اللاترال فيشر بيفصل البرايتال لوب عن التيمبرال لوب. بالنسبة للفانكشنز، البرايتال لوب متعلق بالإحساس بكل من temperature والtouch والpressure والvibration والtaste والpain، وبيشارك البرايتال لوب في الرايتنج وsome aspects of reading. الأوكسيبتال لوب هو most posterior loop of the brain. بيتفصل الأوكسيبتال لوب عن البرايتال لوب عن طريق البرايتو أوكسيبتال فيشر. وبالنسبة للفانكشنز، الأوكسيبتال لوب بيشارك في الconscious perception of visual stimuli، والبريمري فيجوال اريا الموجودة في الأوكسيبتال لوب بتستقبل المعلومات من الأوبتيك تراكت بواسطة الأوبتيك راديشنز الممتدة من الثالاموس. التيمبرال لوب وهو الموجود أمام الأوكسيبتال لوب بيتفصل عن البرايتال لوب عن طريق اللاترال فيشر. وظائف التيمبرال لوب هي إدراك المحفزات السمعية والبصرية والهيمنة على اللغة. الميموري بروسيسنج بتتم عن طريق كل من الأميجدالا والهيبوكامبس والكلوسترز أوف جري ماتر الموجودين في البارا هيبوكامبال جايروس اوف ذا تيمبورال لوب. يقع في السوبيريور تيمبورال جايروس الاوديتري كورتكس، والتي تنقسم الى بريمري اند سكندري اوديتري ارياس. البريمري اوديتري اريا اسمها هيشلز جايروس، وبتستقبل الميجر اوديتري سنسور انفورميشن من البايلاترال كوكليا، حيث أن السكندري أوديتري إيريا والمعروفة باسم وورنيكس إيريا هي مركز فهم وصياغة الكلام. أسفل التيمبرال لوب يوجد جزء آخر من الكورتيكال جري ماتر يسمى إنسولا، وغالبا يشار إليها بالفص الخامس. الإنسولا بتتفصل عن التيمبرال لوب عن طريق اللاترال فيشر.
ويعتقد أن الإنسولا بتتوسط في الوظائف الحركية والحسية للأمعاء.